بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله جايين نتكلم عن حاجة مهمة جدا في ديدي. ناس سألتني عليها كتير، ايه الفرق بين ديدي فليكس وبين وصلني؟ أول ما نزلت مصر كانت مشغلة وصلني بس، وبعدها بفترة راحت مشغلة فليكس عشان تتقارن بإن درايفر، حاجة زي إن درايفر كده ملهاش نسبة قبول، ملهاش أي حاجة خالص. ممكن لو أنت جالك السعر مثلا مش عاجبك بتزود الأسعار اللي تحت دي، وبعد كده لو مش عاجبك كمان بتدوس على مخصص دي وتزود السعر، تحط السعر اللي انت عاوزه بعد كده، تعلي براحتك. فدي حاجه كويسه بالنسبه للناس اللي بتشتغل ان درايفر وكده، شايفين ان دي حاجه كويسه ان هو بيعلي السعر براحته، وخاصه لو في ريد ولا مثلا في وقت ذروه بتلاقي السعر بتاعها بيعلى، زي ما انتم عارفين دي بتعلى في اوقات واوقات. لكن وصلني دي حاجه زي اوبر وزي كريم، الاوردر بيجي لك لوحدك بتدوس عليه تقبله وخلاص على كده، لكن فليكس ملوش نسبه قبوله كده. ايه الفرق ما بينهم بقى لو خدت الرحله من هنا او خدت رحله من هنا؟ وصلني الرحله مثلا العميل بيقدر يحط نقطتين مثلا وصول، مثلا رايح هنا وجاي هنا والكلام ده، ممكن وهو ماشي يغير الاتجاه بتاعه ويغير الوجهه بتاعته، ولو مشيت مشوار زياده او مشيت كذا كيلو زياده على وصلني بيتحسب على الابلكيشن والدقائق الانتظار وكل حاجه بتتحسب. لكن فليكس ملوش اي حسبه، يعني زي ما انت العميل حدد من هنا ما يقدرش يغير، طالما انت فتحت الرحله ما يقدرش يعمل اي حاجه. لو انت مشيت مثلا من هنا للسلوم حتى فوق الرحله ما بيحسبش هو سعر الرحله، وبس زي نظام ان درايفر بالظبط. فده الفرق ما بينهم في الرحلات. انا شايف ان دي حلوه للناس ووحشه للناس، ودي حلوه للناس ووحشه للناس، عشان في ناس سالتني على القصه دي. بالنسبه لنسبه الفئتين دول ففليكس النسبه بتاعتها 15% على اي رحله، لكن وصلني 17% مع انها كانت 15 الاول بس خلوها 17. وموضوع الزيرو عموله اللي الناس بتاخده اليومين دول كويس جدا، فانا بس حبيت اقول لك ايه الفرق بين ده وبين ده، عشان برضك ايه في ناس مش عارفه ايه الفرق بين الاثنين. فده ليه مميزات وعيوب وده ليه مميزات وعيوب. وانا عن نفسي يعني بشتغل اغلب الشغل على وصلني، بحيث ان هي زيرو عموله، انا شغال على زيرو عموله، فبتبقى سعرها كويس وبدون عموله طبعا وحاجه زي الفل. فانا بس حبيت اشرح الموضوع ده عشان الناس اللي مش عارفه. لو حد عنده اي سؤال، عنده اي حاجه يبعت لنا. واهم حاجه لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو، واي حد عنده اي مشكله يبعتها لنا. وقبل ما تقفل الفيديو صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.